هديه شكرا اللي هديه قيمه وجميله على تفسيره. اسلم يا شيخ علي. وش رايكم بمقوله احجز هديه النقيب؟ ها يا ابو علي احجز النقيب. ابو علي وش رايكم بمقوله مدح الرجال بوجهه مذمه؟ يعني لا تمدح الرجال بوجهه، لا تقول له انت بك وما لا، مو بدايما المبالغه يبدو لي، المبالغه في المدح والمبالغه في مدح الرجال بشيء ما هو فيه. ولا يا اخي لنا في الله عز وجل المثل، الله عز وجل يحب الثناء صح سبحانه، فما بالك بالخلق. واثنى على رسوله انك لعلى خلق عظيم. نعم، فما بالك بالخلق، ترى كل واحد يحب يا اخي. يا اخي انا يحب ان يمدح. انا اقول انه دائما اذا ذكرت شيء عن الشخص يثبت في عقله. صدق، يعني اذا قلت له انت سيء وفيك ونصاب يثبت في عقله انه نصاب وسيء والى اخره. لكن اذا ذكرت لهم محاسنه، او حتى لو احيانا ترى فتدفع عن الخطأ، إذا ذكرت محاسن تدفع عن الخطأ. وحتى لو أحياناً إذا ذكرت له محاسن هي ما هي فيه وأقنعته أنها فيه، مع الوقت يقول والله فلان يظن بي خير. سبحان الله، نعم. يظن بي خير، فأنا بصير بعض الأحيان ما هي محاسن، لكن الحين ما نقدر نعبر عن مشاعرنا، أو يمكن نستحي أو ما تعودنا. أشوف أبو سند أقول والله ما أشرب أبو سند، والله عطرك حلو، ما تلقاها شبه معدومة. صدق، والله شمارك حلو اليوم، ترتيبك ما شاء الله زي كذا، عرفت؟ الله يرفع قدرك يا ابونا. فتشوف يعني بعض الأشياء في بعض الناس، يعني ليش ما نعبر عن مشاعرنا؟ في راحة عطره، في تسريحة شعره، في كشخة ما لبسه، في ساعته، في قلمه. أيام العيد هو أجمل واحد يلبس. يا زينك والله. أيام العيد الحين في ناس ينطاحك يعني. يبوك ما شاء الله وش هالزين وش اللي انت لابس وكذا وش خليت واحد من لا في واحد من عيال مره بالعيد راح نسلم عليه، اول ما جيت رمو قال ليش ما عيطت السنة؟ لابس اخر شيء عندي اخر شيء ترى في تعبت ايش؟ قال واضح انك لابس. لا حول، طبعا يطقطق هو ماشي يطقطق متعود عليه يعني، لكن تاكد لو سويتها انت بشخص ثاني ما سلم سلم زين والله زين. على طاري العيد هذا معمول نجديه جايب لنا معمول. الله خلصنا احنا يا ذا سوالف، هو العيد انا جبت شفت من اخر العيد الناس الفقره هذه ما خلصناها قبل تسوي دعايه. يا ابو هلا يا ابو هلا هو جاني في زاويته خليني امس ما قلت شيء هنا حول كله محول على حسابك ولا لا؟ وش دعايه وش بانجا اقيم يا ريحه الاشار قسم بالله انها في المخيم واضح تتن تتن وصلت معمول نجديه. هذا معمول حتى كل قهوه مذاق لا يمل، جرب معمول نجديه بأيدي سعودية خالي من السكر، خالي من السكر، هل بشتري الولد والولد الله يطول في عمره وعلى الطاعة، خالي من الزبدة صحي وخفيف على المعدة، حلو تحصلنا محل توب ثمار عقلات محل وريد الشعبيات. الله ما ودي أردك. المهم يا الربع هني وعافية. تدري وش الميزة فيه؟ حاجة واحدة. وش هي؟ هذا. وش هي؟ إنه طول عمرك تقدر تحفظه في الفريزر مدة صلاحيته شهر، يعني اشتريه ذبه في الفريزر وطلع وسخن. الله. خاصة إن ناصر سي راعي قهوة. تخيل يا ناصر معي الصباح انا اشوفك انت ايه تاخذ قهوه فنجان قهوه والصحن تاخذ قطعه من هذه تحطها جنب الله الله وتحط الله صوره وتكتب كذا عباره تحفيزيه. دائما انا اتابعك على فكره، ترى انا من فازاتك انا اشوف شغل نجديه. في خمس صور ابتدأها الله عز وجل بالحمد. الحمد لعجز البشر عن حمد ربهم حمد الله نفسه جل جلاله. فمسألة أحيانا حتى لما نجي لمسألة فقر المشاعر والثناء على الناس، ترى هذه منقبة عظيمة أن تكون قادر على التعبير على مشاعرك، لأنه بعض الناس من نوع يحب الملموس، يعني أنت قادر تعبر له تقول أحبك، هذا من نوع اللي ما تنفع فيه فقط كلمة أحبك، هذا من نوع المسني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر الشاب، مهم هذا القرب. جبريل وضع ركبتيه عند ركبتيه ملامسة. بعض الناس اسمعني امسح على راس اليتيم، بعض الناس لو تهديه ماده بس هو يحب الكلمه، يحب ان تطرب اذنه، يعني محتاج المراه الرجل الزوج الزوجه الابن البنت انه مو بس تعطيه الهديه وتقول كذا هذه ساعه وتسكت، لا احبك، يعني هو يريد احبك وربما اكبر من اهداك للساعه. بعض الناس المسني، بعض الناس من نوع اسمعني، بعض الناس قدرني واحترمني، يعني لما يكون يتكلم انصت له شبعني احترمه. اسلم يا شيخ، ترى في ناس يحتاج انه يتعلم الشيء ذا، مو متعود يقول انا ما تعودت، انا مثلا تلقاه متزوج عايش ما يعرف يقول زوجته احبك او يحس انه في احراج، فهمت علي؟
الثقافة هذه متى تزيد؟ لما أنت تقول لزوجتك قدام عيالك بالعيد كل عام بخير يا حبيبتي أو كذا أو شيء من القبيل، ترى قاعد يكبر معهم، قاعدين يتعلمون منك الآن. بكرة تكسب الحاجة، إيه بكرة راح يتزوج، بكرة راح يكبر، بكرة وبكرة وبكرة وأبناء حتى الأبناء. طيب أنت والله أبو سمعت رسالة الشيخ ناصر حميد لنا في الجروب؟ أي نعم. شو رأيك؟ والله ما هي بغريبة من الشيخ، تحفيز الشباب، التحفيز والثناء على ما يقدمه الإعلام. وهذه حتى كانت مرة في احتفالية للمجد سجلنا كلمة مع الشيخ سعد الشثري، قال العاملون في هذه القناة ثلاثة المعمول الشباب، قال يا إما الذي يعلم العلم الشرعي، هذه مثل برامج الجواب الكافي والعلمية وهم على صدر، والذين يرفهون على الناس من الترفيه المباح وهؤلاء كذلك على ثغر مثل هاني وأنت وكذلك الذين يسدون الثغرة أصلا في البيوت. ترى الفضاء اليوم حرب، حرب إعلام، حرب فضاء، لم تعد الحرب على الأرض. الذي ينتصر في الفضاء وفي الإعلام سينتصر في الحياة كلها. لذلك يعطيني إعلاما نقيا أعطيك جيلا جميلا. أنت تقول شيء يعني بعضهم لازم تلمسه، يعطيني هدية لا تلمسه. لو جيت الحين ابو سند ضايف ولا 12 ضروب راح اكل منه والله، لا تنطل عليه، انطل لا تلمسه، فلقني فلقني فيه، انطل اقول خذ يا ولد بدون كرتون، بدون كرتون ابو سند وهاني ولا ام فيصل ام فيصل كتشن والله يا عليك مخلل تسلم يدك، في صدقيني ما جاء في بطني هنا في مخي. اسلم يا هاني. هاني تو يوم يقول المدح، المدح في وجه الرجل مذمه نتكلم فيه. من آداب النصيحة لما تيجي تبغى تنصح شخص تقدم بمحاسنه في البداية، تثني عليه عشان يستقبل اللي ودك تقوله، لكن لما تيجي تعطيه نصيحة في الوجه على طول مع احترامي لك وهون تعطيه أيوة وجه صريح يعني. أيضا التأدب في إلقاء النصيحة، بعض الناس سبحان الله ما عنده أسلوب، ما عنده مقدمات، ما عنده أي شيء، وش يقول؟ يجي يصقع في الوجه يقول معليش والله أنا اللي بقلبي على لساني، أنا هذا غلط لأنه ما يفرق بين الصراحة والوقاحة. وقاحة، هذه وقاحة، هذه وقاحة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا الشعور، يراعي هذا الجانب، لأنه فرق بين المداهنة، المداهنة والمداراة. المداهنة أنك تترك الحق أو تفعل الباطل لأجل أن يقول الناس والله هذا معنا وكويس، لا هذه صفة غير محمودة ولا يفعلها مسلم. لكن المداراة دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في، ما دام الشيء مباح أحيانا حتى ليس من ذائقتك، الناس أذواق فتمشيها كأنك لم تسمع وكأنك لم ترى. متأكد يعني من هذا أشار؟ مثال يتكسر كوب في البيت أو يسقط صحن، ما خلونا نحكي يا أخي دارهم، ليش تسوي نفسك أنك سمعت؟ يعني في أشياء لا تعلق عليها، الصحن بخمسة ريال تعنف عليه زوجتك أو ابنك اللي هو أغلى من الدنيا. لا وبعدين بعض الناس إيه بس لا بس لازم تعلم إنه ما يكسر بعد يقول هذا لا تأنبه يكسر معليش، بس لازم تعلم باقي أشياء يعني الصعوبة يكسرها يقول أنا أغلى من كل شيء. شرى موب عليكم، شرى اللي يقعد معكم، ما خليتوني أكمل فقرتي ولا خليتوني أكمل كلامي ولا شيء. هم أشار أبو ناصر والله كأنه إدام. شو اسمه؟ أشار، اسمه أشار كذا. أشار حنا عندنا نسميه عشار، احنا هذا مخلل صح، ما ادري شو اسمه لكن لذيذ لذيذ لذيذ. هو يسمى اشار عند الهنود وذا يسمونه اشار، اشار في الكويت يسمونه اشار. واحنا نقول مخللات عندنا عشار نفس تقريبا الكلمه. صدق احسبه عريكه من جماله. الله عليك، والله اكلناه بالخبز والله لذيذ جدا. شكرا يا ام فيصل، وجبه الله يعلي شانها. الحين الحين محلي بمعمول نجدية. السلام عليكم. سلام. انا طلعت زعلان عشان ما خليتوني اكمل. يوم تقول الادب توصل اسلم شيخ. شوف موقف النبي، شوف موقف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يوم جاء شو اسمه لحد مشركين وليد فقير يا شيخ اسلم، خذ فيه واحد اسلم يا بن عرف. يوم بدا جادر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع اليه، يستمع ثم قال افرغت يا ابا الوليد. الله يعني ناداه باسم جميل له، افرغت يا ابا الوليد، وخله حتى يكمل، وخله حتى يكمل. ثم وفي عتاب الله لنبيه عفى الله عنك لما أذنت له، بدأ بالعفو قبل العتاب، عفى الله عنك خلاص حتى يرتاح قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لما أذنت لهم دائما ابدأ بالعفو، ترى يقول سمحتك بس ودي بس في المستقبل عشان تعالجها. اليوم يا أخي إمامنا يقرأ في سورة يوسف يا أخي قمة العفو. الله أكبر، لا تثريب عليه. إخوانا يا أخي يعني يا يقتلونه يا يرجمونه في البئر، ها وبعدين لما قدر عليهم قال لا تثريب عليكم. سبحان الله، لا واتهامه لا يسرق فقط سرق اخو له من قبل. وبعدين ما جاب نبره، قال اخرجني من السجن، ما قال اخرجني من الجب، يعني حتى ما يذكرهم، عشان ما يذكرهم.
خذ حبه. وبعدين الشيطان نزغ بيني وبينهم، يعني هم ما لهم علاقه، الشيطان هو المشكله. طيب ابو سند عندك فخ يا اخي، ما ودي اروح. يلا روح، احنا بحكم اننا جالسين في هذا العشب. لا جميل بس روح شمراني اجمل. شمراني شوف المويه هذه، بحكم اننا جالسين في هذا العشب الجميل. اليوم كنت اسمع المثال ذاك اللي المويه ما ادري ايش اللي قلت المثال هذاك وشو هذا؟ قاعده حياه، احيانا الانسان لما يقترب من المشكله وين المويه؟ اعتبرها يد. لما تكون المشكله قريبه منك ترى تنقط المويه، نقطت على جنب كذا قريبه صح؟ حلو. انت تصير لا تشوف لا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت، محتاج ان تبتعد قليلا لترى العالم بشكل ارحب. هذا اذا كان يدك غطت عليك الافق وغطت عليك هذا العالم على رحابته، فكيف بمشكلة تكدر عليك حياتك؟ ارجع قليلاً اليوم.